نسعد مساكم متابعينا ومتابعين شركتنا شركة مجمع الشامل. اليوم تغطيتنا راح تكون جدا جميلة ومميزة من فرعنا في خميس مشيط في حي الخالدية. وخلوني أبدأ معكم تغطيتنا بالعروض الجميلة والمميزة اللي وفرناها لكم من قسم السيراميك. شوفوا معي التشكيلة الواسعة جدا اللي دخلت معنا في العروض، راح تاخذوا سعر كل قطعة بسعر ريالين فقط شامل للضريبة. عرض جدا مميز، الحقوا عليه ولا تفوتوا. وانا اركض لك ركضة لو والله لو يحطوني مع مسابقة الهجل حقة النياق اني لسبق الناقة والله العظيم. المهم قيام طلعت تخلي بنات مجمع الشام اليوم ما قصر، مدلعكم اخر دلع. شوفوا كمان معنا ايش داخل في العرض، فناجيل القهوة بأشكالها الجميلة هذه، راح تاخذي المغلف فيه 4 حبات بسعر ريالين فقط شامل للضريبة، وأيضا بيالات الشاي. وشوفوا معي جمال وأناقة فناجين القهوة اللي متوفرة عندنا في هذه الأشكال الجميلة، المغلف فيه 5 قطع، والحلو فيه أنه أيضا كمان داخل معنا في عرض الريالين. أشكالها جدا جميلة وراح تاخذ المغلف بريالين فقط شامل للضريبة. الحقوا على عروضنا ولا تفوتكم، عروض جدا مميزة والسعر يا بلاش. الطقم هذا كامل بريالين بس، متخيلين السعر؟ لا كذا فعلا كثير على قلوبنا. شوفوا معي جمال الطقم، فناجين القهوة التركية، أشكالها جدا جميلة وباللون الأحمر المميز، ورح تاخذ المغلف فيه 4 حبات بسعر ريالين بس. حابة تجددي مراكن الزرع اللي في ديكوراتك لا تفوتك التشكيلة المميزة اللي وفرناها لك من مراكن الزرع بألوانها الجميلة، تشكيلتها الواسعة، ورح تاخذ سعر كل قطعة بسعر 5.75 ريال هللة. توزيعات جدا أنيقة وملفتة، شوفوا ايش وفرنا لكم علب التوزيعات بالأشكال الجميلة هذه، وراح تاخذوا المغلف فيه 3 قطع بسعر 5.75 ريال هللة، طبعا كلها من النوع البلاستيك. وفي عندنا الشكل الجميل هذا قزاز، شكله جدا أنيق ينفع للبخور أو لقطع الكاكاو، وراح تاخذوها بسعرنا المميز اللي عودنا على سعر 5.75 ريال هللة بس. وما زالت عروضنا مستمرة، عرض الريالين. شوفوا العلب الجميلة هذه، برطمانات البهارات تنفع للبهارات وأيضا تنفع لحفظ المكسرات والكوكيز، راح تاخذوا سعر القطعة بسعر ريالين فقط شامل للضريبة. وما زالت عروضنا مستمرة، عرض الريالين. شوفوا العلب الجميلة هذه، برطمانات البهارات تنفع للبهارات وأيضا تنفع لحفظ المكسرات والكوكيز، راح تاخذوا سعر القطعة بسعر ريالين فقط شامل يا مرحبا. خلوني أكمل لكم تغطيتنا من قسم التحف والهدايا، ونوريكم أيضا عروضنا اللي وفرناها لعيونكم. شوفوا معاي كتب الديكور الجميلة هذه، أشكالها جدا فخمة ومتوفرة بعدة أشكال، وتخيلوا معاي السعر، راح تاخذوها بسعر ريالين فقط شامل للضريبة. وأيضا العرض يشمل ألبوم الصور الجميل هذا بأشكالها المتعددة، ومعي كيف أشكالها جدا جميلة وفي الحجم الكبير، وأيضا متوفر بالحجم الصغير الكيوت هذا. وعلب التوزيعات أيضا داخلة معانا في العرض، سواء كان الكرتونية أو العلب المعدن بالشكل هذا، أشكالها جدا جميلة، راح تاخذوا سعر القطعة بسعر ريالين فقط شامل لسعر الضريبة، سعر يا بلاش. ولتوزيعاتكم المميزة والجميلة لا تفوتوا علب التوزيعات اللي دخلت معنا في العرض، أشكالها جدا جميلة
وتنفع للمكسرات أو تنفع للهدايا، متوفرة بالحجمين المربع والمستطيل، وأيضا عندنا الحجم الأسطواني. وراح تاخذ المغلف في قطعتين بالشكل هذا، سعر ريالين فقط شامل للضريب. اجعلي هديتك مميزة وأنيقة بداية من كيس التغليف. شوفوا الأكياس اللي متوفرة عندنا بثيم الحروف العربية وأيضا بثيم الخيل، والأكياس للحلويات. راح تاخذ المغلف في ثلاث قطع، سعر ريالين فقط شامل للضريب. والضيافة جدا مميزة، لا تفوتكم فناجين القهوة اللي توفرت عندنا أيضا في عروضنا المميزة، أشكالها جدا جميلة. وراح تاخذ المغلف في أربع قطع بسعر ريالين فقط شامل للضريبة. شوفوا معي التفاصيل، أشكالها جدا أنيقة. وأكيد لمطبخك نصيب من عروضنا الخيالية. شوفوا معي علب البهارات اللي توفرت معانا في العرض، علب جدا جميلة لحفظ البهارات أو المكسرات، ومتوفرة بالشكلين المميزة هذه. وراح تاخذوا سعر القطع بسعر ريالين فقط شامل للضريبة. فضل فضل فضل، بيت بيتكم، حياكم الله، فضل. الثاني ونوريكم عروضنا اللي توفرت معانا لليوم، وما زالت عروضنا المتميزة والمجنونة متوفرة معاكم ومستمرة إلى نفاذ الكمية. اليوم توفرت عندنا عروض جدا مميزة على قسم الملابس من الدور الثاني، الملابس الداخلية الرجالية وأيضا ملابس الأطفال. راح تاخذ القطعة بسعر 3 ريال فقط شامل للضريبة، متوفرة بعدة مقاسات. وشوفوا أيضا الملابس البناتية الداخلية، متوفر منها وداخل منها أيضا في العرض. يجيك المغلف زي كذا فيه 3 قطع بسعر 3 ريال فقط شامل للضريبة، متوفر أيضا الملابس الداخلية الولادية. شوفوا معي جمال التيشيرتات الولادية وأيضا البناتية، متوفرة بعدة ألوان وأشكالها جدا جميلة، وداخلة معنا في العرض على عروض جدا مميزة. راح تاخذوا سعر كل قطعة بسعر 3 ريال فقط شامل للضريبة، لا تفوتوا العروض جدا مميزة. والأطفالك الحلوين أيضا توفرت عندنا قمصان البيت بأشكال جدا مميزة للبنات وللأولاد، وأيضا داخلة في العرض. راح تاخذوا القطعة ب3 ريال فقط شامل الضريبة. شوفوا معي جمال القطعة وجمال القمصان البناتية. وللأجواء الجميلة اللي احنا فيها الحين، أكيد تحتاجوا البناطيل الشتوية هذه اللي توفرت عندنا بألوان جدا عديدة، وتلبس الجنسين الولادي والبناتي، أشكالها جدا جميلة. راح تاخذوا وخلوني أوريكم التشكيلة الأنيقة اللي توفرت عندنا من ملابس الشتاء للأطفال، أشكالها جدا جميلة، جودتها جدا عالية، خامتها حلوة. راح تاخذوا سعر البيجامة بالشكل هذا مع البنطلون بسعر 5 ريال و75 هللة فقط، متوفرة بعدة ألوان. ونكمل معكم تغطيتنا من الدور الثاني، ونوريكم التشكيلة المميزة اللي توفرت عندنا من سليبرات الشتاء، أشكالها جدا جميلة ومتوفرة بعدة ألوان. وراح تاخذ السليبر الواحد بسعر 5 ريال و75 هللة بس. ودلعوا بنوتاتكم الحلوات وأميراتكم الصغيرات بالتشكيلة المميزة اللي وصلتنا من الشنط البناتية، أشكالها جدا جميلة وسعرها ولا أجمل. شوفوا معي جمال التفاصيل، راح تاخذوا سعر القطعة الواحدة بسعر 5 ريال و75 هللة بس. وللي يسألوا عن جوارب الأطفال الشتوية اللي تنفع للسيراميك، ما زالت متوفرة عندنا بعدة أشكال، ألوانها جدا جميلة وزاهية للأطفال. وراح تاخذوا سعر المغلف بسعر 5 ريال و75 هللة فقط، في عندنا هذا الشكل. والشكل الثاني اللي يجي المغلف فيه 3 قطع.
صوتكم تشكيلة الجوارب الشتوية هذه، اشكالها جدا جميلة وجودتها مرة عالية، وراح تاخذوها بسعر 5.75 ريال هللة. المغلف فيه 3 أزواج، متوفر بعدة ألوان عشان ترضي جميع الأذواق. ومن قسم التحف والهدايا لا يفوتكم التشكيلة المميزة اللي توفرت عندنا من التحف السيراميك على شكل الفواكه، ألوانها جدا جميلة ومتوفرة بثلاثة أحجام، الكبير والوسط والصغير. سعرها مميز جدا، 5.75 ريال هللة فقط. عندك مناسبة أو حابة تجهزي لاستقبال مولود أو تنسيق مداخل، لا تفوتك المزروعات والورود الصناعية اللي متوفرة عندنا في مجمعنا الشامل، أشكالها جدا جميلة. وراح تاخذي سعر الغصن أو البوكيه الواحد بسعر مميز أكيد اللي عودناكم عليه، سعر 5.75 ريال هللة فقط.